أن محمد المبدل ساكن في دور راحة شقية بني قرفط دائرة الناس في الشام من العلاش أحسن خير شيء طاجة تكون والحسين وهذا ما طرها مولود ثقافي وكنت رحم على الأستاذ الشريف الناقب على هذه بركة الله يرحمه مسكين الله يرحمه وسعله وهذا الشرف ولا البركة بالنسبة للأستاذ الله يرحمه وسينا بالبركة ونزار بركة ونبيلة بركة بالنسبة للمنطقة راهو مشارة في نوع اهتمام بنوع على المنطقة راهو هذه منطقة عشوائية وما تطورت من 2007 كتباقي تجي عن الأمينة الأمينة الله يرحمها هي اللي طورتنا هذا المطار وهي اللي عملتنا الداع وهي اللي عملتنا هذا المعرض وهي اللي عملتنا هذا المهرجانات وشاركنا هنا في 2007 حتى 2022 والحمد لله شاركنا هنا وعثمان دي في الجوائز هنا في الجائزة هنايا في عياشة في سنير وديتها في جبل الحبيب وديتها في الصخرة وديتها في المزورة وديتها في جبل الحبيب وديتها في الحد الغربية والحمد لله احنا ماشيين هذا المطار عامر وتقاد اي ماشي كل عام حسن من عام. هذا العام كيفاش كانت المشاركة الخيالة والتقديم اللي شفتي في افتتاح كيفاش كانت شفتي بالنسبة للتقديم الخيالة احنا كنا موحشين في هذا المطار جات هاد العامين كورونا ما لعبناش المطار وحنا مبليين بهذا المطار وخاصنا هذا الشيء ما يتقطعش علاش هذا المطار ما صبحتش جهه